شو رأيك بمقالب رامز؟ ما بحبها ولا بحترمها ابدا. ضبع ولا بني ادم؟ ما بحبها، ما بيصير معي. هاي ما حيصير، لانه ما حقبل كون جايتك. ايه ما حقبل، لانه انا برايي عم برخص من قيمه الفنانين اللي معه. انت قلتي ان رامز بيهين ضيوفه صح؟ احيانا حياتي انت احيانا شو بيصير؟ بتجتمع المزح مع الجحشله مع زلت لسان، بيطلع مع واحد شغلات هيك ما منيحه. انا هيك رايي، انا هذا رايي الشخصي. في نجوم كبار عم بيطلع. قد ما كان محترامي للجميع، انا برايي الواحد بيروح ليتبهدل؟ لا، ما في داعي ليروح يتبهدل. خلاص حصل املك، الله يستر. يلا اوعي تامنين. أدير بالك ترجع تجتمع الجحشنة مع المزح مع زلات اللسان، لأنه ساعتها بدك تبور وانت قاعد عم تستنى حدا يطلعك معه على الباخرة. يعني كلنا بنعرف انه تمثيل، سوري، كلنا بنعرف انه الكل بيعرف انه هيدا هيك حيصير تقريبا. يعني انت بتفهم كتير تقريبا، بس نحنا ما عم نفهم عليك كابتن. انت مخك هالقد قد حمر لايا. بس انا بصراحه يعني استمتعت بالحلقه، تسليت، كنت مشتاقه للملاهي كتير. كثير ناس قالت هالموضوع فعلا. ردت حالك والله العظيم، يعني استمتعت. هذا الهدوء وهذا الرواء. هلا الجحشنه تبعك هي موهبه ولا دارسه دراسه ولا وراثه بالعيله؟ لا والله يا كابتن، على العشرة. فأنا ليش لحط حالي بمأزق وليش لبهدل حالي؟ لا، ماني مضطرة بهدل حالي. أنا كتير نجوم للأسف زعلت كتير إنهم موجودين، بصراحة زعلت كتير وما حبيتهم يكونوا موجودين. بدناش نشوف شغلات مكررة ولو؟ ليش مسلسل يعني؟ مش مسلسل، تمثيلية اجتماعية. والله العظيم هل كان في كهرباء بالكرسي؟ قوية؟ ايه، يعني انتي اوريدي لما بتتكهربي بدك تصرخي، عرفتي؟ اجباري. ضليتي ايه؟ لا، بوقت الكهرباء يعني اجباري يعني. بس خبرينا كيف. انا الناس ما بتعرف عني انه انا جدا بنت مشاغبه وجدا بنت مغامره وجدا بنت جريئه. وشو بدك تقولي لي؟ نطي هلا من فوق لا ما بعرف وين بنط. يا جبل شو؟ ما يهزك ريح. يا جبل شو؟ ما يهزك ريح. يا جبل شو؟ ما يهزك ريح. يا جبل ما يهزك ريح. يا جبل ما يهزك ريح. يا جبل ما يهزك ريح. اجبر انزل ما يهزك ريح. اجبر ما يهزك ريح. يا جبل أنا كتير جريئة بشكل عام، يعني بالأحسنة كنت سابق الطيارات، بالبيار، بالمسلسلات، كل المغامرات بالمسلسلات تبعي الممكن عن جد ممكن الواحد يموت فيها، ما قبل حدا يعملها غيري. الله يرحمك يا رب، لو كان حافظ.